السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض شرح برنامج الإكسل للمهندس المدني. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن بعض الدوال الأساسية زي دالة صم وأفريج وكاونت وماكس ومينيمم. لو كتبنا أرقام واحد، قلنا المرة اللي فاتت عشان نجمع الأرقام دي بنكتب دالة صم، وبنكتب قبلها يساوي صم ونجمع يساوي صم. اول ما ظهرت لي قلنا قدامنا خيار من اتنين، يا اما دبل كليك عليها من الماوس يا اما تاب من الكيبورد. قال لي انت عايز تجمع انهي حاجة، فانا هعلمله على دول بكليك شمال وبضغط انتر. قال لي ان مجموعهم 19. طب انا هعملها لك النهاردة بطرق تانية. انا هقف في اي مكان عايز اجمع الارقام دي. لو بصيت فوق هنا عند السهم ده هتلاقي ان الدوالة اللي احنا شرحناها امبارح موجودة هنا. قال لك دي دالة صم، افريج، كاونت، ماكس، مينيمم. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل جمع. فلو ضغطت على صم وبعدين ضغطت انتر قال لي ان مجموعهم 19. تمام. طيب لو عايز اجيب الافريج بتاعهم المتوسط من السهم ده هضغط افريج واضغط انتر قال لي ان المتوسط بتاعهم كذا. طيب لو عايز اجيب عددهم كاونت نمبر اضغط انتر قال لي ان عددهم 5 ارقام. عايز اجيب الماكسيمم فيهم ماكسيمم قال لي ان اكبر رقم عندك هو الستة، وهكذا. اول دالة معانا النهاردة دالة اسمها سكارت، دالة الجذر. لو عايز اجيب مثلا لو عندي رقم 49 عايز اجيب الجذر بتاعه بكتب له يساوي سكارت. ظهرت معايا أول واحدة، بضغط تاب وأكليك على رقم وأضغط انتر قال إن الجذر بتاعها 7. طيب أنا ممكن أستخدمها في حاجة تانية. أنا ممكن أدخل دالتين في بعض، هقول له يساوي سكارت، هضغط تاب، بقول لي اختار الرقم اللي انت عايز تجيب له الجذر. هقول له الرقم ده عبارة عن مجموع الأرقام دي، فهقول له الرقم ده عبارة عن صم مجموع الأرقام دي، وافتح قوس واقفل القوس، وبعدين اقفل القوس كمان بتاع دالة سكارت، وبعدين اضغط انتر قال لي ان مجموع الأرقام دي الجذر بتاعهم هو الرقم ده. نعملها تاني، هقول له يساوي سكارت، بقول لي انت عايز تعمل جذر انهي رقم، فانا بقول له عايز رقم، عايز جذر مجموع الارقام دي، جذر مجموع الارقام دي. فبقول له جذر مجموع يعني صم مجموع انهي ارقام. لو لاحظت لو بصيت للشريط تحت اللي شغال معاك دلوقتي هو دالة صم زي اللي اتكلمنا فيه الدرس اللي فات، فهقول له مجموع الارقام دي. يقول لك في ارقام تانية مفيش، فانا هقفل القوس عشان يطلع بره دالة صم. قفلت القوس، لو لاحظت رجع تاني لدالة سكارت قال لي انت عايز تجيب جذر مجموع الارقام دي. خلاص بقفل قوس كمان عشان اكون قفلت القوس بتاع دالة سكارت للقوس الاولاني اللي قفلته بتاع دالة صم، وبعدين بقفل القوس كمان بتاع دالة سكارت. اول ما اضغط انتر قال ان الجذر كذا. تاني دالة معانا النهاردة اسمها دالة سيلينج. عندنا دالتين، دالة سيلينج ودالة فلور. سيلينج بتقرب لأقرب رقم بس بالزيادة بالموجب، فلور بتقرب لأقرب رقم بالسالب. عشان ما تنسهاش، لو انت واقف هنا في اي دور اللي فوقيك احنا بنسميه سيلينج، سقف، السقف بنسميه سيلينج في المدني، والأرضية بنسميها فلور. فسيلينج بتقرب بالزيادة، فلور بتقرب بالناقص. فلو عندي مثلا رقم 2 و3 من 10، انا عايز الناتج يطلع دايما رقم صحيح، او يطلع مثلا 2.5، عايز اقرب لاقرب نص زي ما انت عايز. فاقول له يساوي سيلينج، اول ما ظهرت معاك اضغط تاب،
عينك على شريط الأوامر، قال لي فين الرقم اللي انت عايز تعمل له سيلينج، هقول له الرقم ده. بعد كده قال لك سيمي كوما كاف من الكيبورد، قال لك عايز تقرب لأقرب كام، هقول له عايز أقرب لأقرب واحد صحيح، وأقفل القوس واضغط انتر. فقال لي ان الاتنين وتلاتة لما تقربها لأقرب واحد هتديك تلاتة. طيب لو كنت قربتها لأقرب نص كان هيديني اتنين ونص. غير الواحد ده خليه نص واضغط انتر، قربها لأقرب اتنين ونص. طيب لو استخدمت الدالة عكسها اللي هي فلور اللي قلنا بيقرب بس بالناقص، لو قربت دي لأقرب واحد صحيح بالناقص المفروض الناتج يديني اتنين. تعال نجرب، قول له يساوي فلور، هضغط تاب، اشتغلت معايا الدالة. عينك برضو على الشريط، قال لي فين الرقم اللي انت عايز تقربه، هقول له الرقم ده. بعد كده قال لي سيمي كوما كاف من الكيبورد، عايز تقرب لأقرب كام، هقول له لأقرب واحد صحيح، هقفل القوس واضغط انتر. قال لي ان التقريب هيبقى رقم اتنين. طيب خلينا برضو نقول ندخلها في معادلة. لو قلت يساوي سيلينج، قال لي فين الرقم اللي انت عايز تقربه، هقول له الرقم ده عبارة عن مجموع الرقمين دول، فهقول له صم الرقم ده زائد الرقم ده، هقفل القوس. لاحظ ان انا لغاية الان لسه في دالة صم، اول ما اقفل القوس هيرجع تاني لدالة سيلينج. قفلت القوس فعلا رجع لدالة سيلينج، قال لك هو ده فعلا الرقم اللي انت عايز تقربه، الرقم اللي هو مجموع الرقمين. هو خد دالة صم واعتبرها بالنسبة له هي رقم، وهو الناتج من دالة صم هو رقم، فهو ده الرقم اللي انا هقربه. بعد كده شوف هو طالب منك ايه، بص للشريط، قال لك سيمي كوما كاف من الكيبورد، قال لك عايز تقرب لأقرب كام، هقول له الأقرب واحد صحيح، واقفل القوس واضغط انتر. فالناتج 5. لو جمعت 2 و3 و2 ونص المفروض 4.8، وبما انك مقرب فقال لك الناتج 5. في دالة تانية بتطلع لك الناتج دايما رقم صحيح وبتلغي اي كسور. لو انت مش فارق معاك الدقة وعايز الناتج دايما رقم صحيح بتستخدم دالة اسمها انت، هقول له يساوي int، تاب من الكيبورد، بيقول لي فين الرقم اللي انت عايز تقربه. لو قلت له مثلا الرقم ده هو هيلغي اللي بعد العلامة العشرية وهيديك الرقم الصحيح، اول ما اضغط انتر قال لك ان الرقم بتاعك عبارة عن 2. كذلك الامر ممكن ندخلها في معادلة او ندخل معاها دالة تانية، نقول له يساوي انت، بيقول لي فين الرقم، اقول له الرقم ده عبارة عن مجموع الرقمين دول، هقفل القوس عشان اطلع من دالة صم، وبعدين هقفل القوس عشان اقفل دالة انت واضغط انتر. فهو قال لي ان مجموعهم 4، المفروض 2 و3 و2 ونص، المجموع 4 و8، فهو بيلغي اي رقم بعد العلامة العشرية وبيديك الرقم الصحيح. اخر دالة معانا النهاردة دالة ابسولوت. الدالة دي اختصارها A B S، عبارة عن ايه؟ دايما تديك الناتج قيمة موجبة. فلو عندك مثلا 2 وعندك -3، لو ضربت الاتنين في -3 الناتج هيكون -6. انا دايما عايز النواتج تطلع قيمة موجبة فاستخدم دالة ابسولوت، فاقول له يساوي ABS، تاب من الكيبورد، هقول له الرقم بتاعي عبارة عن حاصل ضرب الرقم ده في الرقم ده، واقفل القوس واضغط انتر، اداني الناتج فعلا رقم موجب. فدايما بتطلع لي الارقام موجبة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.